أيها الأحباء، وبدلا من أن تستنهض الأمة همتها وأن تجمع ما تبقى من كرامتها ووعيها ودينها في إطار واحد ينصب في قنوات خدمة الدين وإعادة وجوده إلى ساح الكون، تحولت القضية على عكس ذلك، فصارت مراجلنا وبطولاتنا وزعاماتنا تتجلى في الصور الشوهاء، تتجلى فيما بيننا، تتجلى على بعضنا، بل تزايد الأمر جريمة وتزايد الأمر خطورة أن وصلنا إلى المرحلة التي قال عنها عمر رضي الله تعالى عنه: توشك القرى أن تخرب وهي عامرة. قالوا: وكيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ كيف تخرب القرى، أي البلدان والمدن والدول والحضارات، كيف تخرب وهي عامرة؟ متى ذلك؟ قال: إذا على الفجار على الأبرار. إذا على الفجار على الأبرار، إذا صار الفاجر عزيزا أبيا، وصار الحر ضعيفا ذليلا، إذا صار الفاسق التافه محسوبا له ألف حساب وموضوعا له ألف تحسب، وصار الأحرار الأتقياء الأبرار لا يلتفت إليهم ولا يعبأ بهم، إذا تحركت الأمة للدفاع عن كل فاسق معتدي، وتركت نصرتها لكل حر أبي، إذا على الفجار على الأبرار والأمة تقر هذا، فإذا توشك القرى أن تخرب وهي عامرة. يا أحرار الأمة، أعيدوا جدولة الأمر وأعيدوا للأمر اتزانه، أهيب بكم يا كل مخلص وصادق وعزيز معتز بدينه، إياك إياك أن تسمح لفاجر أو فاسق أو منحرف أو زنديق أو رويبط من رويبضات الليل والمعاصي، إياك إياك أن تسمح لصوته يعلو صوتك أو يده تعلو يدك، وإلا كنت مساهما في هلاك أمتك وخرابها وهي عامرة. إياك إياك أن تقبل الذلة وأنت فيك وصف المصطفى، أو تقبل الانحناء أمام أهل الفجور وأنت العزيز الذي تملك الاستعداد للموت في سبيل الله. إياك إياك يا كل حر أن تنثني أو تنحني أمام كلاب الفجور أو أمام ذئاب الانحراف، فإنك إن فعلت هذا أهلكت الأمة وخربت عمارها وأسهمت إذا تركت الفاجر يعلو الحر الأبي.